نصيحة، هي نصيحة. لا ترقد خلف من يتجاهلك لتسأله عن سبب هذا التجاهل، لأنك وقتها ستحرج نفسك وستحرجه. فالحريص على وصالك وقربك سيبادرك بالسؤال أو العتاب أو سيكاشفك وسيفعل أي شيء، أي شيء، حتى لا يخسرك أو على الأقل حتى تفهمه ويفهمك. ويفهمك. والحريص على قطيعتك سيتهرب منك آملا أن تفهم لوحدك وتبتعد من تلقاء نفسك. لا شيء يهز كرامتك كإنسان أكثر من أن تفرض نفسك على شخص يحاول التخلص منك أو الابتعاد عنك. ما لا يصلح تركه أصلح، حتى لو كان مؤلما لك.